بلان للفترة اللي جاية. وعلى فكرة نحن لازم نتعاقد مع شركة بي آر محترمة. صورة دونتال بدها شغل كتير لتتحسن. نحن هدفنا مش بس نسترجع ثقة الكلاينتس لقدام، الأهم إنه نعمل قعدة كلاينتس جديد. راح أطرح الموضوع بالاجتماع الجاي وشوف شو ممكن نتصرف. حسب الميزانية الموجودة معنا كمان. دونتال بدها شغل كتير والله يا جاد. وأنا بدي سكرتيرة بالمكتب. ما في مشكلة. بكل الأحوال أنا قلت له لأمين يعمل لي لائحة بقائمة الوظائف اللي محتاجينها بالفترة الجاية. تمام. طيب أنا رح أرجع على مكتبي. ما تنسى تطلع على الخطة منيح قبل ما نفوت على الاجتماع. أوكي؟ أوكي. شوف. يا هلا يا هلا. هاي جاد. كيفك؟ منيح. كيفك أنت؟ منيحة. آه جاد. حجزت سهرة كرمال أصحابي القراب، بدي أعرفهم على يوسف. بدي إياك أنت كمان تكون موجود. إيه أكيد. بيجي ما بدها تفكير. خلص أنت صرت من الجروب. تفضل يا اختي. باي. اهلا ميرا. هاي كيفك؟ منيحه. وانت؟ منيح. هلا مزبوط انت بعد ما جبت لي كادو، بس انا احسن منك. لا هديتك انت محفوظه. شو هاي؟ هاتي لنشوف. دريم كاتشر. هيدا بتشيل كل الطاقه السلبيه وبتجيب لك كل شيء حلو وحس حلو، وانت هي اكثر شيء بحاجه لها هلا. حلوه كثير. شكرا لك. هيك كل ما تشوفها بتتذكرني. يوسف، ما بتفكر تغير شوي ديكور المكتب تبعك؟ هلا ما عندي رغبة اني غير اي شيء من ديكور مكتب ابي. هلا مش ضروري انك تغيره كله، بس فيك تحط التاتش تبعك. يعني هيك قصص صغيرة سامبل. إذا بدك أنا فيني ساعدك بالموضوع، أنا كتير شاطرة بهالقصص. أنا أصلا كان عبالي أدرس هندسة ديكور، بس بيي أصر إني أدرس بزنس. كرمال ساعد دانا بالشغل. فشلت فشل ذريع. تفضلي ست حياة. عفوا يوسف بيك، هيئتك مشغول؟ لا لا أبدا ماني مشغول ولا شيء. بعرفك ميرا بنت عمو سامي. حياة، حياة فيك تقولي من مؤسسين دونتال. أهلا، تشرفنا دموزيل ميرا، نورت دونتال. تشرفنا. يوسف بيك، هيدا الكشف اللي طلبته مني، قال لي عنه أمين، عن الوظائف الجديدة اللي نحن عايزينها. تفضل. بالإذن. شكرا. عفوقة، في وظيفة نسيت زيدها. وظيفة شو؟ خياطة عندها خبرة، لأنه ميرنا ما بعرف إذا بتتذكرها قدمت استقالتها. ليش قدمت استقالتها؟ ما بعرف. وانتي قبلتي الاستقالة؟ يوسف بيك، أنا ما فيي أجبر حدا يشتغل غصب عنه. بالإذن.